أنت كنت أيضا أحد من دافعوا عن جماعة سليمان، ما يسمى بجماعة سليمان اللي مثلوا السلفية الجهادية اللي معناها طلعوا للجبل يحاربوا في الدولة وشدوا سلاح على الدولة ضد السلطة في عهد بن علي. أنت كنت أحد المحامين تاعهم، تعتبرها معناها متحاسب فيها أنت؟ مانيش حاسب فيك، لا حاشا وكل، حاسبكش، نسأل فيك. هذا جزء ندافع على كل واحد، كل واحد أنا في دافع عن قناعة ولا دافع؟ ثم قضايا ندافع عليها، ثم قضايا ندافع عليها، ندافع على إرهابيين، على ناس شدوا سلاح ضد الدولة. سي حسن أعطينا فلسفة. أنا عندي تهم موجه عليهم، دافعت في نطاقها لأنه أركانها متوفرة وغير متوفرة، ما يعنينيش إرهابي ولا مش إرهابي، ما يعنينيش، هذا مش قضيتي أنا. أنا وقت ندافع على واحد ثم جريمة هو من أجلها محال بفصول محددة من من القانون الجنائي التونسي، نحاول حاولت برأهم، لا مش نحاول نبرأهم، ما هوش دوري أنا كمحامي. يغلط اللي تصور المحامي ودوره أن يبرئ متهما. أنا دوري كمحامي أنحصر فتنتين، إذا كان بريئا أؤكد البراءة وأنفيها وأنفي التهمة، وإذا كان متهما أن أنتصب شفيعا له لدى القضاء. كنت منسق هيئة الدفاع أنت؟ هذا أنا موضوع آخر، هذاك بيني وبين زملائي المحامين أعطوه فيه ثقة باش نسق، وطلبت بالبراءة، حسب قناعاتي أنا، إسقاطا للفصول القانونية على الوقائع المنسوبة للمتهمين. واضح، ماهيش تهمة، مانيش نتهم فيك. قاعد نسأل فيك حتى كي رفعت على الناس الآخرين في قضايا أخرى كان كذلك الأمر. لا دفعت على زوز، انت دفعت على مجموعة سليمان، ودفعت بعد الثورة على اللي حاربوا مجموعة سليمان وقضوا عليه، على عبد الله القلال، على محمد علي الجنزوعي، على وقيادات أمنية أخرى مع حفظ الألقاب. دفعت على زوز. هذيك قوة المهنية نتاع المحامي. هذيك قوة المهنية نتاع المحامي، وقت اللي ياخذ قضية ينظر إلى أوراقها وإلى وقائعها ويحاول يحلل وينسق بين التهمة وبين الوقاع، هل أنا متوفرة وغير متوفرة. الناس راه ما يفهموش دور المحامي، لا في الدول المتقدمة ولا في الدول المتأخرة. دور المحامي مش أن ينفي تهمة ثابتة، ما هوش دوره اللي يعتقد هذا، رو مخه فارغ. دور المحامي شيء آخر تماما، اللي غير هو. هذا اللي هو وقت اللي تبدأ التهمة غير متوفرة الأركان أو ثم إخلالات شكلية إجرائية يحاول يظهرها باش يظفر بإما بإبطال الإجراءات أو بالحكم بعدم سماع الدعوة بالضبط. وإذا كانها موجودة المحكمة اللي قدامه ماهيش بلها، باش هو يعمل على نفي شيء موجود. المحامي أرقى من هذا، المحاماة أرقى من أنها تزين الباطل أو تغير الحقائق أو تحرف الوقائع. يا أستاذ، راهو اللي يخلص فيك الحريف تاعك المنوب ما نخدمش عنده، اللي النوب استنى، اللي تنوب النوب ما نخدمش عنده، المنوب نتاعك يخلص فيك على البراءة، عابي ما نخدمش عنده على البراءة، ما يوجهنيش، لا 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 ما يوجهنيش، ما يحكمش فيا. أنا كم من مرة أمام القضاء نطلب التصريح بإدانة منوبي أبو؟ أي عشرات المرات توصل وقت اللي وقع الملف نطق بهذا، وبالعكس موقفي هذا يكون مرحب به لدى المحكمة في عدم التلاعب وعدم التستر وعدم التخفي وراء أي معطيات خارج على ملف القضية. خرجت على دور المحامي، ما خرجت على دور المحامي وقت اللي تطالب بإدانة. اللي ما يفهمش دور المحامي هو اللي يعتقد أن المحامي نصير في كل حالة. لا، المحامي إما ينفي ولا يشفع، والمحاماة نفي أو شفاعة في المادة الجزائية.